تو معناها رجاك خاطر وصلني جينا رد من عند مستمع على كلامك. مرحبا. قالت لك باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت نجاوب من نسرين. الاختيار يا الاختيار يا تعرف تختار بصحيح وقتها وحدك وحدك تولي تحب تعرس يا اما ترفض للشريك، وبالتالي مش مساله رفض للعريس بقدر الشريك اللي باش تختاره. هذه اهم نقطه في العرس. وانا بطلت عرسي قبل بشهر خاطر عندي فوبيا من العرس وحسيت روحي مش هذا الشخص المناسب. لازم ناخذ قرار توا قبل ما يتيح الفاس على الراس. اما وين تلقى مواصفات الشريك المناسب تولي تحب تعرس؟ ونقول الشريك مش راجل، خاطر الشريك هو باش يشاركك الحياه ويهون عليك ويعاونك، وبالتالي تسهل العيشه وتلقى مع شكون تشارك حياتك وانت فرحان. احنا مانيش مختلفين، بالعكس نسلموا عليها المستمع ويعطيها صحه على التفاعل. عسلامه ايمان وميرسي على التفاعل. بالعكس احنا نحبوا تفاعل الناس اللي تسمع فينا، وما نختلفش برشا معاك، لكن من اصعب القرارات اللي نجم الانسان الواعي يعني يعرف يفكر واللي يعرف عنده مخه وقال اخر بين كتفه. دونك من اصعب القرارات اللي نجم انسان ياخذهم في حياته. به دونك توا وقيت باش نحكيوا على الدراما، نحكيوا على المسلسلات وشهر رمضان، بخلاف انه شهر الماكله وشهر التمخميخ والشهوات، شهر الانتاج الدرامي وكل كل تلفزه وكل اذاعه. هو بالاساس نعم؟ شهر التمخميخ وشهر المسلسلات، شهر المسلسلات يعني واللمة عند الاغلبيه. اكيد راكم تفرجوا في المسلسلات اللي سواء كانت تونسيه. وي وي طلع خفيف يعني، قلت لك لو ريتم بتتخم بعد، قلت بعد رمضان طنت له شويه. تفرجت في حلقات في الفلوجه من الحق نعطي رايي ولا نسكت ولا ما فهمتش معناها شنو هو هكا بالرياكسيون اللي عملتها؟ لي لي رياكسيون بوزيتيف، بالعكس محلاه عجبني، عجبتني سيزون 2. هي كونتينيتي بيان سور للسيزون 1. انا حتى سيزون الاخرى اللي الاولانيه عجبتني زاده، على خاطر حط الاصبع على تابو، معناها الحاجات اللي ما نحكيوش فيهم هما موجودين ونغطيوهم وفي بيننا بهم واش ما تحكيش عليهم. دونك موضوع مهم ياسر، والمنظومه التربويه في تونس والشباب اللي هي خاطر المنظومه التربويه هي المدرسه، هي المدرسه اللي تربي اللي باش تكون لك الجيل غيالمون يعني. احنا وشفنا السيزون 1، سيزون 2 حسيتها اكثر دي ميساج، تعديت معناها دي ميساج اونتر لي ليني، معناها يعدي لك في دي ميساج. بون يمكن بوتيتر من بعد الكريتيك اللي صاروا في السيزون الاولانيه طيحوا شويه التنسيون اللي كانت تدخلوا علينا دروغ وصغار وكل شيء واحد وكل تابو، حسيت نقص شويه وحسيت فما شويه ارضاء للمتفرج في الشهر رمضان. شفنا في هوني حكيت على فلوجه سيزون 2 فلوجه يتعدى في الحوار التونسي. سنة جديد في فلوجه، وفما مقارنه شفناها ما بين التعليم في الارياف والتعليم في في في, في المدن. تفرج في فلوجه انتخوتخي مساج من مساج انت سمحني. أنا الأعمال التونسية كلها أخذت فكرة معناتها وتفرجت فيهم، معناتها حاولت معناتها نخلت ناخو فكرة على السيناريو على الإخراج على الخدمة. الحقيقة أنا فرحان اللي الأمور التقنية في مجمل الأعمال تحسنت، ودي حاجة باهية برشا أنه أعمالنا وليت من ناحية التصوير، من ناحية الأعمال التصوير الإذاعة خاصة الإذاعة، وما أدركها من الإذاعة اللي كانت مشكلة كبيرة قبل في مسلسلاتنا. وليت فما خدمة كبيرة على الحكاية هذه. جيست عندي شوية تعقيب، أو خلينا نقوله نقد شوية. باش نبدأ بالعمل كان تحب، ولا نبدأ بعمل له حول الحصص الجايين؟ ديجا احنا في الحصص الجايين باش ناخذوا كل حصة باش ناخذوا عمل. اليوم باش نحكيوا على زوز أعمال، عمل تونسي وعمل عربي. العمل التونسي اللي هو فلوجة اللي عمل بوليميك، والعمل العربي هو في تقريبا مسلسل تاريخي هو الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز. بعد شوي باش نحكيوا عليه. خلينا نحكيوا تويك على فلوجة. فلوجة اللي عمل بوليميك في الجزء الأول متاعه، اللي كما حكيت نسرين هو عرى هو لهني أنا عرى مشاكل في المجتمع التونسي كما الدروغ كما الزطلة دروغ بصفة أنواع الشباب اللي قاعد يصير. معناه
حتى الزوم على جينيراسيون جديده هذه ايش حبيت نقول الزوم على خاطر جينيراسيون ديك كي تروح لوالديها في الدار ما فما حتى شيء كنت نقرا ولا في اون غوز اما الزوم وقت اللي ولدك صغيرك يخرج من الشارع هاو فاش قاعد يعمل بي. انا الحقيقه هوني خلينا نكمل لك عمل بوليميك فما اللي قبل وقال هذايا هو هذايا هو المجتمع نتاعنا هذوما حاجات موجودين في المجتمع نتاعنا ريالمون العنف في المدرسة العنف امام المدارس الحرابش اللي قاعده تدور في المؤسسات التربويه نتاعنا وفما اللي قال لا رفض قال ما يلزمناش نحكيوا على الحاجات هذه على خاطر نعطيه صوره خايبه وهوني نشجعوا صغارنا على مثل هذه الممارسات انت كيفاش خضر باهي انا باش نكون واضحين العمل انا قريت اغلب النقاد شنو كتبوا معناتها خاطر نعرف اغلبيه الناس اللي يجيو في رمضان ويبدو يتلهوا بالاعمال الدراميه ويبدو يكتبوا سواء تعليقهم او متابعت شويه حتى في لي كومونتير نتاع العباد قبل ما نجي باش نعطي انا صوره انا زاد راي وين في الموضوع هذا الكل حبيت نسمع زاد العباد كيفاش قبلت الموضوع بالنسبه لي انا معناتها سو كيفي العمل حل النقاش في المجتمع انا تويكا ما عادش عندي دور نقول انا مع هذا ولا مع هذا عليه لانه سيئت او العمل تعمل والعباد ولات هي تعطي في رايها هذه اولا ثاني حاجه يلزم نفهموا حاجه مهمه برشا اللي راهو اليوم احنا خلينا نحكي نفسانيا المجتمع التونسي شنو في الاغلب احنا تربينا في بيئه الاغلبيه اكيد مش نحكي نقول الناس كلها لكن نسبه كبيره من الناس تربينا انه ديما نوريو الصوره الباهيه والصوره الخايبه وديجا الدراما التونسيه من اول ما بدات كان ديما تعدي في الحاجات اللي خلينا نقولوا سامحني في الكلمه ملايقه معناتها ديما نعديو الحاجات تلفزه والناس تتفرج وما يجيش نعديو هذه وما نعديوش هذه وما نعديوش هذه فبالتالي قلتها لك عمليه وكان تثبت عليها يعني هي نفس الخلطه السحريه فما عباد تعرف مليح كانت تتوجه للسينما الافلام ما تحققش ايرادات لانه احنا في السينما تعرف تونس بعيده مازلنا ما نحكيوش اليوم على سوق كامل في السينما فبالتالي صناع السينما دخلوا في الدراما كل 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 غله نتاع انه يحبوا يعملوا افلام يهربوا للمسلسل ويهربوها للمسلسلات وينسوا اللي الدراما التلفزه مش كيف السينما ولنا يقع الاشكال بين المتفرج وبين صناع العمل او بين المتفرج والقناه او بين المتفرج والرقابه و و و و انا اللي نحب نقوله واللي يعجبني باش نعطي النقطه الاولانيه اللي عجبتني في فلوجه والحقيقه انا نقولها مع اني في بعض الاكل كثير في بعض الحاجات نجم ننقدوا سامي الفهري والقناه و الحقيقه سامي الفهري عمل نقله في صناعه الدراما في تونس راهو اللي يقول عكس هذايا راهو يمشي يحكي كوتيه اخلاقيا انا ما ندخلش فيه الموضوع هذا قلت لك هذايا العباد كل واحد واش يقرر شنو اللي يعجبه ما يعجبوش انا نحكي لهنا كي تشوف مسلسل فلوجه اولا صناعه نجوم صغار راهي ذي ما صارتش قبل في الدراما التونسيه معروفه الدراما التونسيه من اولها شيخوخه البطوله مع احترامي معناتها ديما ترقى ابطال كبار في العمر او كيقولوا بين 40 45 وانت ماشي اليوم الشباب التونسي ولا يتفرج في شباب كيفه في عمره واخو بطوله في مسلسل يحكي في حاجات هو ينجم يوريهمش البوه ولا امه يمثل صحيتك ولا حاجه تمثلني فبالتالي اليوم فلوجه قاعد يصنع في حاجه اللي برشا عباد كانت خايفه منها البلاصه هذيك شنو هي صناعه نجوم صغار راهو في العالم الكل احنا في تونس ما عندناش الشهره نجومنا توكي تلقى ممثل كبير متعدي في شارع حبيب بورقيبه ما يتوروش بيه العباد يعني كله سلام لاباس يعرفوه عايش مواطن عادي اللي هو البرة لما تلقى ستار ذي مفهوم فلسفه ستار اليوم الممثلين تاع فلوجه ريتهم عاملين في فيديو مهبطين لهم يطلعوا في الشارع الناس وراهم وتحب تصور معاهم هذا هو خلق البوليميك نتاع الانتاج لما هما تو انا قلت عامله وقلت نجاح فلوجه علاش ما عملوش طول سينما علاش ما هزوهمش طول في فيلم لانه هما مازالوا ناجحين في مصر هذا هو اللي يخدم عليه خلينا نحكيوا على النقاط اللي عالجهم اللي عالجهم فلوجه سواء كان في الجزء الثاني الاول ولا الثاني وخلينا في الثاني اكثر نحكيوا على النقاط سورتو سناء اللي هو واصل النسرين في 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 المقارنه ما بين التعليم في الارياف كيفاش هي البوان سامحني سناء هذه البوان سناء خلينا نبداو بالبوان هو وراونا كل واحد في كل تلميذ في الليتابليسمون سكولير اللي هو
ما يقراش يدروغي عريانة في تتماكيش برشا. رجعونا العائلة انه السبب الرئيسي هو لي بارون، انه السبب الرئيسي انه الصغير هذاك ما وصل لخرج ماهوش متوازن، انه فما علاش. وكي رجعنا فقينا فما علاش، لقينا انه البو مسحب على الام، لقينا البو يشرب حاشا شهر ومش لاهي بنته، لقينا البو الصعيب السيفيغ اللي يضرب ولده. معناها عطاونا كل واحد والشخصية نتاعو وعلاش هو هكا اوغ العائله بيان سور البرة من العائله، ورجع علاش هو ما جاش هكاك من الدنيا، هو تربى في عائله. دونك العائله نرجعوا للسبب الرئيسي انه العائله، حلونا عينينا. وميساج للعائلات وللوالدين لي بارون، راهو راكم السبب حبيتوا ولا كرهتوا، حتى كان انتم في تحبوا ما تحبوا تقولوا احنا خاطينا واحنا ربينا واحنا عملنا، لكن في قرارة نفسكم اكيد راكم مقتنعين اللي انتم راكم سبب. هذه بوان لولانيه. وراونا ليتابليسمون سكولير اون لوي ميم، كيفاش الداخل العساس يقول لك خاطيني وخايف على روحه، البروفيت انه فما بروف هكا ومعلم هكا ومعلم هكا، وهذه هو حاجه عاديه. وراونا القيمين كيفاش انهم يبيعوا في الدروغ، انهم سبب انهم في بيعوا الدروغ وسبب في خراب. مع احترامي للقيمين، لكن فما ناس مش الكل ما لغزوش عليه، احترامي سيء. رانا احنا لهنا مانيش قاعدين نعمل. هو ريت شفت علاش انا ما حبيش نطرق ياسر على النقطه هذه، لانه كمش نحكيوه ينجم يهزنا للديبا. لا مش مشيو للديبا، واحنا رانا مانيش نقصدوا في حد. لا مش حكايه نقد، اغزوا لي راهو كي نتفرجوا في مسلسل ما ننساوش ان المسلسل راهو فيه انتاج. يعني لما انتاج ينتج لك مواضيع معينه، راهو خلينا نكون واضحين، صحيح فمك الرؤيه الباهيه باش يوريك الناس كيفاش تعيش ولا وكيفاش معناتها تحكي فيه انت. طب مش ما نعاودش انا نكرر تحكي فيه انت، يعني معاك في النقاط اللي تذكرت، لكن اللي نحب نقوله انه طريقة الطرح هي اللي ديما يقع فيها نقاش. طريقة الطرح المواضيع، لانه انت اليوم اولا نرجع لنا كتابة سيناريو. يعني مثلا فلوجة فما حاجة ديما طايح فيها، اللي هي شنية مثلا، هي اللعب على الصدفة، الصدف في الاعمال اللي هي معناتها ماهيش حاجة باهية. مثلا زوز، مثلا ديك مشهد نتاع انه زوز يخدموا في الحاكم، فبعد عرف اللي ولده يقرا مع ولده في القسم، وكيما بكري كنت انا نحكي راني لنا سفيان هذا فين حبيت نقول. انا كنسرين نحكي على لسان المواطن العادي. انت لهنا انت ولد الدومين وانت خبره وانت عندك الفيزيون نتاعك باش تخزر البرشا حاجه المواطن العادي. باغ كونتخ الناس اللي كيفي انا قاعدين في الدار، اكيد راهم لا ماجوريتي ماهمش ولاد الاختصاص وماهمش باش يفهموا في تكنيكمون كيفاش تكتب سيناريو وكذا، لكن يخزروا لي ميساج. انا نخزر البوزيتيفيتي شنو انه عرينا المسطور، انه وريتني اسمي نسرين. نسرين الاحترام يعني. لا ميساش نسرين، راهو تكون فيها احترام عادي، احنا نحترموا بعض. نسرين اسمعني، راهو الحاجات هذيا راهو اغلب الناس يعرفوه. باش نكونوا واضحين، اغلبيه الناس اللي تعدى في التلفزه راهم يعرفوه، باش نكونوا واضحين. لكن لازمك مش كيما توريهولهم في تلفزه. يا نسرين يعرفوه. بقى انت كي تهزوا للتلفزه وتوريه، راهو وين الجدل صاير، هما يعرفوه، لكن فما عباد تقبل انها لهذاك توريه، فما عباد ما تقبلش انك ما توريه. يبقى ديما نقاشهم. انا علاش ما حبيش ندخل في روحي مثلا كسفيان، تعلمت اني ما ندخلش روحي في جدل بين حاجتين، انسان يشوف هكا وانسان يشوف. لا انا ما ندخلش روحي. انا بالنسبه لي ديما نمثل نسبه معينه نتاع ناس اللي يخموا كيفي اكيد، واللي هما في لا لحظه باش ما ندخلوش برشا في الموضوع. نسري انت مع انه الدراما تكون مراه المجتمع، تحكي في 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 لي سوجي تابو كيما هكا ولا لا؟ بيان سور الفو اوزي، ولازمنا نحكي ولازمنا نحيو لي سوجي تابو، خاطر الممنوع مرغوب لازمنا. سفيان سؤال ليك. انا زاد مع لا مش السؤال هذاك اي مع انت بدات مع تحطني في موقف انا معاه، بالعكس جست نختلفوا في ما انت ما نحبش ندخل بين مع او ضد انه من هب ودب يقيم الاعمال درامي. شو معناتها من هب ودب؟ مواطن عادي، فنان، ممثل، معناتها الناس الكل تقيم كما شفنا احنا قبل ما يبدا ما تبدا الاعمال والناس كلها قايمه. فما شكون هبطت من الحلقه الاولى تقيم؟ اي شكون هبطت من الحلقه الاولى؟ والا فما ناس مختصين مجعولين باش يقيموا الاعمال الدراميه. شوف باش نكونوا واضحين، انا ديما نقول مادام اليوم في عصر التواصل الاجتماعي اللي يكتب لك في كومنت، الناس كلها ولا تتعبر على الراي والاراء نتاعها والكل، لكن اللي ديما نقوله انا ماذا بينا النقاشات التقنيه او الاداء بتاع الممثلين او الاخراج او
عنده ناس وذاك خاطر كما قلت هي بكري كلمة أتاه الصحة قلت هذا سفين في آخر الاختصاص شفت محلها قلت لك أنا نعبر على رأيك وكملنا مشاهدة. أنا بالنسبة لي كي نتفرج في أعمال رمضانية كسفين خاطر عندي جلباب الفنان ما نجمش نحيه اللي كي تفرج في مسلسل فلوجة بما أنه اليوم موضوع على مسلسل فلوجة لاحظت أنه المخرجة الحقيقة باش يكون واضحين فما تحسن على العام اللي فات لكن ديما إصرار على مبدأ الصدفة في كتابة السيناريو يعني هذا يدل على إما حاجتين يا إما فما ضعف في كتابة المشاهد أو في الربطة متاع المشاهد يعني كما قلوا نحن تجي قلت هالك مشهد بسيط يعني مثلا اليوم جايكم أنا في الثنية نلقى فما عباد مهبطين فيديو مثلا سوء أسئلة رو لازم تبعد من الأسئلة هذه مثلا الكار اللي ظهرت في في الريف معناتها ياسر نظيفة ومدهونة ومريقلة اللي هما نعم فما شكون مشى فما شكون مشى للتطويل فما شكون مشى للتطويل المشاهد والمحتوى فر ما فماش كلام نشوفه في 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 مشاهد عباد تتحرك أما ما فماش كلام هوني شنو ليش يرجع والله شوف أنا ديما نقول التمثيل راه مش ديما بالحوار راهو ساعات فما الصورة تعبر الصورة راهي تعبر مثلا هي كي صورت لك في الريف فما برشا حاجات وصلت بالصورة كهو يعني وذكية لأن هي بعد تروح راهو من راهي ذكية راهو شوف راهي تطرح في موضوع تعرف مليح كان تصوره ك 100% راهو تصير لها مشاكل راهو فهمت اش معناتها مشاكل العباد أنت تو ظهرت على بريسينج وشوي منها فما عباد نكرت اللي في تونس فما الشيء هذا أنت فما شكون كاتب قال معناتها اللي هذايا ماهوش موجود في مدارسنا اصلا يعني ما واللي انا نشوف بعيني ما شيء موجود لكن تعرف الخلطه السحريه نتاع فلوجة اذا كان عمل ناجح فلوجة هو من ناحيه صناعه نجوم شباب محليهم طرح الموضوع النقطه اللي النقطه الايجابيه اللي تتحسب بالفلوجة حسب رايك وتكشف شويه مستور في طبيعي طبيعي يعطيك الصحه يعطيك الصحه سفيان يعطيك الصحه نسرين نخليه تقييمنا للمسلسل حشاشين للأسبوع القادم هكا نكون ختمنا فقرة زوم على الدراما بعد شوية يجيكم بها بالخير في موجز الأخبار بعدها نتقابلوا في الجزء الأخير من زيرو بوليتيك سبيسيال رمضان